حدثنا عمرو بن زراره اخبرنا اسماعيل بن علي اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه والناس يسلفون في الثمر العام والعامين او قال عامين او ثلاثه شك اسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا محمد اخبرنا اسماعيل عن ابن ابي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم